اربع كوبايات دقيق، 3 معالق صغيرين خميره فوريه، تمام، معلقتين كبار خل، وثلاث معالق كبيره زيت زيتون، معلقه صغيره ملح، وكوبايه زيتون اخضر شرايح او اسود، يعني اسود شغال اخضر شغال اللي موجود عند حضراتكم، معلقه كبيره زعتر فريش، وفص ثوم. تمام الكلام. وللوش هنحتاج حبه زيت زيتون حلوين كده، وسنه ملح خشن. ملح خشن ممكن نحط سنه ملح خفيفه خالص للوش بتاعنا، مفيش مشكله اطلاقا. نقول مره كمان، 4 كوبايات دقيق، 3 معالق صغيرين خميره فوريه، معلقتين كبار خل، 3 معالق كبيره زيت زيتون، معلقه صغيره ملح، كوبايه زيتون اخضر شرايح او اسود المتاح، ومعلقه كبيره زعتر فريش، فص ثوم. وطبعا انا مش عايز اقول لكم لو ما عندناش زيتون اخضر فريش، انا بتنهد كده عشان الواحد سمع برضو اسعار الزيتون الايام دي، اللي هو اللي لسه متخللش راحت في حتة تانية، فربنا يعين الجميع ان شاء الله. لو عندنا حبة زيتون عاديين في البيت اقدر اخدهم زيتون مخلل وافصصهم واهرسهم، يعني مش لازم شريحة شريحة، يعني ممكن مهريين مهروسين ايا كان كله هيشتغل. طيب اول نقطة هنعملها، ننزل بالدقيق بتاعنا وننزل بالخميرة الفورية بتاعتنا، تمام اهو، واجيب الملح، معلقة صغيرة ملح، انا مش هحط غير معلقة واحدة بس، لان انا عندي الزيتون هيعمل لي القصة دي معانا كمان، وهيديني شوية من الحياء الملح بمعنى اصح. خلاص، وهنزل كمان معانا بالخل، وانزل الهوك ودي لفه، وجهز الميه بتاعتنا عشان نعجن. يبقى انا كده اللي فاضل عندي هو الزيتون، وفاضل عندي زيت الزيتون، تمام الكلام. طيب امتى هضيف زيت الزيتون؟ هضيف زيت الزيتون بعد ما تبدا العجينه بتاعتي تتخلط مع المواد الجافه اللي فيها، وتبدا تاخد عجنه كويسه معانا كده دقيقه ولا حاجه، ونبدا نضيف عليها على طول زيت الزيتون بتاعنا. تمام، نزلنا بالميه، وواحده واحده كده لغايه ما تعمل معانا ايه، تبدا ان هي تتلم معانا. نزود السرعه سيكه، ونضيف حبه ميه كمان. طيب الزيتون الشرايح هضيفه في الاواخر خالص، ليه؟ لان انا مش عايزه يتفرم. يعني ايه يتفرم؟ مش عايزه ينعم معانا في العجينه نفسها، بمعنى اصح عايز الزيتون يتخلط مع العجينه، وفي نفس الوقت يبقى فيه قطعه كده في بقي، وانا بقطم العيش او باجي اخد العيش الاقي فيه قطعه زيتون عندي في بقي كده، تبقى حلوه معانا وتبقى موجوده يعني تحت السنان. انزل بحبه ميه كمان. الثوم ابتدى يفحفح معانا وزي الفل. حبه صغيرين كمان او لا كده كويس، مش محتاج اعتقد. كده حلو قوي. العجينه بتاعتي ابتدت انها تتعجن، هبدا انزل بزيت الزيتون بتاعنا اهو. خلاويص. اسيب زيت الزيتون بس يتخلط مع العجينه ويتظبط معانا تظبيطه كويسه، وفي الاخر خالص بعد 2 3 دقايق بالظبط هبدا اضيف الزيتون الشرايح بتاعنا على العجينه بتاعتي، وكده عجينتي تبقى تعتبر مالها، تعتبر جاهزه. خلاص كده يا جماعه، انا هطفى عشان مش عاوزين نضيع وقت، وهقول مره كمان، انا عندي الفرن بتاعنا كمان سخن، عندي زيت اهو، ياسمين العيش اهو قدامك، يلا بينا اهو. خلاص يلا بينا، انا هبدا دلوقتي، ثواني هقول لكم على المرحله الاخيره عشان برضو تشوفوها. اقدر ببساطه شديده قوي اخد حبه، ده قبل ما هندخله الفرن، انا هرجع لكم العجينه تاني ما تقلقوش، عشان بس اقول لكم على كل حاجه، عشان ما فيش حد مننا يزعل ولا يقول انه في حاجات احنا فقدناها. ممكن بفرشه ودي دهان خفيف بزيت الزيتون بتاعنا بالشكل ده اهو، خلينا في زيت الزيتون افضل، لان زيت الزيتون احلى واطعم في المواضيع اللي زي دي، بيدي ريحه حلوه جدا وكمان بيدي طعم حلو قوي. خلاص، وهاخد عندي هنا حبه من الملح، وادي رشه خفيفه اهي على الوش، رشه خفيفه خالص، واقدر احط دقيق لو انا عايز احط دقيق برضو احط دقيق. كده كده عامل الاثنين، وهوريهم لكم بعد ما نخلص الحلقه خالص في الاواخر، هوريكم ده وهوريكم ده. يدخل معانا على فرن، درجه حرارته كام؟ درجه حرارته في حدود 200، ربع ساعة بالكتير يكون زي الفل. هدخل ده الفرن وهاجي لكم حالا دلوقتي. كده ده بيستوي، وهوريكم كمان العجينة بتاعتنا. طيب ارجع للعجينة تاني عشان بس ايه ما ننساش الخطوات او التفاصيل بتاعتها.
احنا اخر حاجه حطيناها زيت الزيتون، هنسيبه مثلا في حدود 5 دقائق يتخلط والعجينه تتخلط معانا. طب بعد كده هنعمل ايه؟ هضيف الزيتون المخلل بتاعنا على العجينه. بعد ما اضيف الزيتون المخلل هديها لفتين ثلاثه اللي هو الزيتون بتاعنا يتخلط مع العجينه بتاعتنا والدنيا بتاعتنا تبقى ايه؟ تمام وزي الفل. مش عاوز ازود العجن زياده عليها علشان خاطر ما تعملش معانا مشكله وهي انه الزيتون بتاعنا يتفرم او يتكسر. انا بس عايز اخلط واكسر الزيتون تكسيره خفيفه مش اكتر من كده. يعني لو هنقول مثلا ان انا هعمل كده وهبدا اضيف الزيتون اهو، الزيتون يا دوب ياخد لفتين ثلاثه مع العجينه، وبعد كده هعمل ايه؟ هفصل العجان بتاعي. طبعا هي لسه ما اتعجنتش عشان بس نبقى عارفين. بعد ما افصل العجان بتاعي وتكون العجينه بتاعتي اتعجنت واتظبطت وتمام والزيتون اتضاف في الاخر، ياخد له دقيقتين ثلاثه لف مع العجينه، هحطها في بوله زي دي زي ما انتم شايفين واسيبها تعمل معانا ايه؟ تختمر، او اسيبها معانا ترتاح اقل حاجه نص ساعه. تمام الكلام؟ كمان احنا هنا عندنا الصينيه بتاعتنا، احنا دهنين جزء زيت وجزء تاني دقيق، يعني انتوا براحتكم خالص تعملوا الكلام ده. خلاص الكلام؟ طيب العجينه بتاعتي اتعجنت واختمرت، وهنزلها هنا بالراحه اهو بايدي على الدقيق اللي انا عملته اهو من غير اي لعب خالص. بصوا يا جماعه، اسهل طريقه لتشكيل عيش واطعم طريقه مفحفحه ممكن تلاقوها في البيت، التوم والزعتر مع الزيتون. مش عايز اقول لكم، نحط حبه من الدقيق على الخميره على العجينه كده، ما تقلقوش من الدقيق كتير، ما تقلقوش من ده خالص 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 خالص. وناخد معانا بلانشيتنا النشابه الحلوه بتاعتنا الصغيره الجميله دي اهي. بصوا انا عملت ايه في العجينه؟ في احسن من كده او اسهل من كده اصلا؟ ما اعتقدش. فردنا العجينه بتاعتنا بسمك تقريبا في حدود سنتي تقريبا او اقل من سنتي شويه. وهجيب عندي قطعة العجين، وهاخد قطعة العجين بالنسبة معايا كده اهو، شايفين اهي، او سكينة، يعني لو سكينة شغال او قطعة عجين برضو شغال، ما يجراش اي حاجة خالص اهي. في اسهل من كده؟ ما اعتقدش ان في اسهل من كده خالص. هقطع بقى العجين بتاعي اهو مربعات زي ما انتوا شايفين، وهحطها هنا عند فين؟ في الصاج. الاطراف اللي دي سيبوها زي ما هي، ما يهمكمش خالص، هتطلع معاكم زي الفل و10 على 10 اهي اهو، 4 3 2 زي ما انتوا عايزين، الاحجام براحتكم تماما، ما تقلقوش من الكلام ده خالص خالص خالص. طيب جزء منها انا هعمل فيه حاجه، وجزء التاني برضه هوريكم فيه حاجه تانيه مختلفه، يعني بحيث ان انا اقدم العيش بتاعي بطريقتين مختلفين. اسمحوا لي بس ابص على الفرن، يعني الفرن يعتبر كده تمام. اجيب مساكة واطلع الحاجات اللي في الفرن عشان ايه ما تتبهدلش. بص يا ياسمين، عيش فنادق اللي بتشوفوه في الفنادق والحاجات اللي زي كده هو ده، تمام اهو. طيب عندي هنا بقى حاجتين من دول، هعمل فيهم حاجتين. حاجة اقدر اجيب عليها حبة دقيق زي دول على الوش، على الوش مفيش مشكلة خالص، وهتشوفوه بعد شوية. والحاجة التانية اقدر اعمل فيها حاجة بسيطة، اني اجيب الفرشة بتاعتي وحبة زيت زيتون واديها دهان خفيف عشان يطلع معانا زي اللي انتوا شفتوه هنا ده بالظبط اهو، حبة دهان خفيف زيت زيتون بالشكل ده خلاص، وادي حبة ملح على الوش خلاص اهو. يعني نقدر نعمل الطريقتين. خلص الكلام على كده؟ لا لسه ما خلصش، احنا هنعمل حاجه تانية بسيطه خالص، هنسيب العجين ده بتاعنا يختمر لغايه ما حجمه يتضاعف، وبعد كده هدخله على الفرن درجه حرارته 200 زي ما احنا قلنا، هياخد معانا في حدود 15 دقيقه، وكده الموضوع بالنسبه لنا خلص وانتهى. هلم العجينه بتاعتي دي على جنب اهي. طبعا الاشكال اللي انتم شايفينها قدامكم تقدروا تظبطوها زي ما انتم عايزين، يعني ممكن تشيلوا الاطراف اللي على جنب وتخليها مربعات صغيره، مربعات كبيره، مستطيلات، دي حاجه ترجع لكم، تقدروا تظبطوا الاطراف برضو زي ما تحبوا، ما يجراش اي حاجه خالص في الموضوع ده.